معصوم. انا احب ان انا اوجد ان المشكله الرئيسيه اللي بتواجهنا كاشخاص ذوي الاعاقه اضافه للشباب اللي معانا في الماده هم اعتقدنا ان احنا نكون مجتمعين في ماده واحده هو ان لجنه العشره الغت كلمه تعليميه. وانا اعتقد ان المشكله اللي بتواجه مصر بالذات مش انهيار الاقتصاد او المعارك السياسيه بقدر ما هو توفير واتاحه تعليم جيد، تعليم راقي يساهم على التفكير الحر. انا كنت قرات في كتاب الكاتبه فريده النقاش دفعت عن قيصرات بتقول ان في ايطاليا مدارس بتجيب التلاميذ وتعلمهم على مراحل طويله من التعليم بان هي تمنحهم يتفرجوا على التلفزيون عشان ما يشوفوش الانماط المعلبه اللي بتركز على ترسيخ حاجات معينه في دماغهم بحيث ان هم يطلعوا مبدعين رسامين وفنانين. الكلام ده مش موجود عندنا في مصر لان الانظمه السياسيه بتحاول ان هي تعمل على تجهيل الشعب عشان تقدر تستخدمه في الانتخابات زي ما هي عاوزه. احنا بنطالب كاشخاص ذوي الاعاقه ان كلمه تعليميا زي ما اتشرت من لجنه العشره ترجع تاني وبقوه اكبر. لازم الدوله تهتم بتاعه التعليم قوي وحر عشان شخص عصام زي عصام بن وطق يعرف يبدع. انا محروم من التعليم من دخول الجامعه، دخلت كليه الحقوق الجامعه المفتوحه عشان اتمرس ان اقدر انجز. بس مصر مش عاوده ليه؟ لازم الشعب المصري يهتم بالتعليم. الشباب اللي موجود في مصر دلوقتي نزل عشان شاف العالم كله بيسوء، لكن الشباب لو قدر يفكر بطريقه حره هيقدر يدي لمصر اكتر. محتاجين ان احنا نفكر في اي مشكله نفكر قبلها مش نفكر بعدها. اتمنى ان حضرتك تاكد على كلمه تعليميا وحق الاشخاص الصم في وجود مدارس مؤهله لتعليمهم عشان يطلعوا يكتبوا ما يبقاش انا فرد واحد بس رامز عباس في مصر كلها اللي بيعرف يكتب. اتمنى ان الشعب المصري كله يكون قادر على التفكير الحر والاحترام، والاحترام مش هيتحقق الا بالتعليم الجيد لمصر ان شاء الله. Thank you.